خلينا نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات قمة في قصر الاتحادية مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة، وأيضا تم عقد مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه سيادة الرئيس على العمل على وقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع. كمان من ضمن الأحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة موقف زراعة الرز والآليات القائمة والمبتكرة لتعزيز إنتاجيته وتوفيره في الأسواق للمستهلكين. رئيس الوزراء خلال هذا الاجتماع أشار إلى الأهمية الاستراتيجية لمحصول الرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية للمواطن المصري. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات قمة في قصر الاتحادية مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة، وكان الرئيس السيسي استقبل العاهل البحريني فور وصوله مطار القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر. وامبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل البحريني: ناقشت مع شقيقي جلالة الملك جهود بلدينا والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار في غزة ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف: نعمل على وقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والاعتراف الدولي بها وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس ألكساندر فوتشيتش رئيس صربيا، تضمن الاتصال تأكيد متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا والإعراب عن الارتياح للتقدم الكبير اللي أحرزته العلاقات بين البلدين في أعقاب زيارة الرئيس السيسي لصربيا في يوليو عام 2022. وشدد الرئيسان على أهمية تعزيز آليات التعاون الثنائي في كافة المجالات، كما تم بحث التعاون القائم بين الجانبين في المحافل والمنظمات الدولية وسبل مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقرير قدمه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة لأول مرة في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية منظمة لتلك الصناديق، في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وده في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف زراعة الرز والآليات القائمة والمبتكرة لتعزيز إنتاجيته وتوفيره في الأسواق للمستهلكين. أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لمحصول الرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية للمواطن المصري، فضلاً عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول اللي بتمتلك مصر فيه ميزة نسبية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة مراجعة المساحات المزروعة فعلياً بصورة دقيقة، وأيضاً تحديد التوسعات المستقبلية لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية، حتى يتسنى تحديد الكميات التي يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 إبريل الجاري أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء.
أما بالنسبة لأخبار المحافظات، فمحافظة كفر الشيخ أعلن فيها أو أعلن مصيف بلطيم فيها عن بدء إنشاء 13 مشاية على الشواطئ، وده للتسهيل على كبار السن وذوي الهمم. في محافظة المنوفية مبادرة مشروعك وفرت 17 فرصة عمل للشباب، وده خلال شهر مارس فقط. كمان في المنيا تم الإعلان عن إجراء 72 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار. وفي الأقصر انطلقت 48 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1300 سائح. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في كفر الشيخ أعلن مصيف بلطيم بدء إنشاء 13 مشاية على الشواطئ موزعة على جميع مناطق المدينة، تسهيلاً على كبار السن وذوي الهمم للوصول للشاطئ. في الفيوم شهدت المحافظة انطلاق موسم حصاد القمح المحلي من داخل أحد الحقول الزراعية بزمام دار الرمد، وبيعد إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في الفيوم 171,524 فدان، وبتقدم كل الجهات التنفيذية كافة التيسيرات ليهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول. في المنوفية أعلنت المحافظة أنه خلال شهر مارس وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 17 فرصة عمل من خلال تنفيذ 7 مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 2,440,000 جنيه. في المنيا أعلنت المحافظة إجراء 72,864 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين. في الأقصر حلقت 48 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1300 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية، وانطلقت رحلات البالون الطائر في شكل مجموعات متتالية مع اللحظات الأولى لشروق الشمس. في أسيوط أعلنت المحافظة بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي بكافة المواقع التخزينية على مستوى المحافظة، واللي بيبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر، وبلغ إجمالي ما تم توريده 163 طن. في الغربية أكدت المحافظة بدء العمل في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات بطول 2.1 كيلو متر وعرض 7.5 متر، وده ضمن تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إطفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.